الناس بشكل عام ما بدها غير الأمن والأمان فقط، بقص الأمن والأمان بالمرتبة الأولى، شو ما كان الثمن يكون ما في أي مشكلة، بس المهم الأمن والأمان، الاستقرار. ما فيش مجال، يعني ما فيش مجال نهائيا، ما في مجال مثل أول واحد يزبط يشيل يحط ينقل كذا، ما فيش مجال. يعني كافيها فوق 12 سنة صرنا هاي بالسنة، هاي ب 12 سنة يعني لا يوم ولا يومين، بدنا الأمن والأمان ولا طالبين أكثر من هيك، وبنشتغل بندبر حالنا يا أخي. بدنا الحلول، يعني بدنا الحل، يعني بدنا نرجع دورنا، ما بدنا غير هيك. احنا بدنا نرجع دورنا، مشان ما نظلنا مشتتين بالشوارع، هذا اللي بدنا اياه احنا، بس نرجع نضب اولادنا، نضب رزقنا، نضب اغراضنا، كل شيء، هذا اللي بدنا اياه احنا، مطلوب مننا بس، يعني بدنا الامان ونرجع على دورنا ونرجع بيوتنا، كل شيء. معناش مصاري ولا معنى شيء يا عمي، والله اذا انت شايف الوضع، يعني انا راتبي 58,000، شو بدي اعطي عمي عيله وشردها هلا معي؟ هذا الحق.